ورطنا وصار لازم نشوف مقاطع تيك توك. نزلنا مقطع انا قلت العالم ما راح تعجبها الفكره، لكن ما شاء الله اكثر من نصف مليون مشاهده، اكثر من 40,000 لايك. اليوم جزء ثاني، ثاني مره راح تشوف تيك توك. فهذا المقطع خلينا نوصله ل 50,000 لايك. المره الماضيه 40، اليوم 50 واكثر. ايزي يعني، بسرعه اضغط لايك بسرعه. ضغطت تمام. فبس قبل ما نبدا، طول بالك مو اعلان، ما في اعلان، بس حابب اني اقول لكم اني راح اسوي مقطع اسالني قريبا، لهيك اذا عندك اي سؤال او حابب انك تسالني روح على الانستغرام، رابط الانستغرام الخاص فيي راح تلاقوه باسفل الفيديو بالوصف. روحوا على الانستغرام اول شيء تابعوني اوكي. خلينا نوصل 100,000. عيب صح انا ما عم بنزل وماني مهتم بالانستغرام، بس لازم نوصل اقل شيء 100,000. ورح نزل لكم بوست خاص بمقطع اسالني، بتخلوا اسئلتكم فيه ورح اجاوب على كل الاسئله، وهيك رح تعرفوا كل شيء عني. كل شيء ها قريبا. فخلينا نشوف مقاطع التيك توك المعفنة. اول مقطع طلع معي يا جماعه، واللي هو سبايدر مان اذا جاء بيرقد، بيرقد يعني انه بينام، بيرقد بتنام. خلينا نشوف. ركزوا ها، ركزوا. يفضحنا سبايدر مان. كيف سوى هاي النطه؟ والله يعني كيف اجى هيك؟ والله جابها تحسه سبايدر مان، يخرب بيته. بس ترى يعني نحن سبايدر مانات ما بننام هيك، يعني بننام عادي الحمد لله. ديروا بالكم من برادي البيت. ها؟ سبحان الله. هندي، هاي الهنود. تشبيه قتلني. نفسها نفسها. ها؟ مقطعي. هاي هاي منزل مقطع على ببجي موبايل، لما يمدحوا تصويري وينادوني اصور. فعلا ما توعد يقول لك انه تعال تعال انت بتعرف تصورنا. تبلش ثانية جت تتأكد من الوضع. اه في واحدة متنكرة على اساس انها صح؟ اه هي الأولى هربت. خافت منه، فكرتها قط كبير يعني. هي هي ثانية اجت اجت تشوف. شوفي حرام شو عم سووا بهي القطط. يا شوف كيف خافت. هو اذا انا بخاف، شوف اذا بشوفه انا بخاف، كيف القطة يا حرام؟ اذا هذا قال لي لا تكثر اكل. لا خلص انقلع. اذا هذا قال لي لا تكثر اكل عشان طلع لك كرش. لا الفيل والنملة. الفيل والنملة. والله هدول بتابعهم. والله بيضحكوا. الصرخة من قلب، صرخة آخر شيء، شكله ضعف الصوت شوي مشان ما. ما فهمت شو كان بدي يسوي. آه عم بيخرب له السيارة، عم بيشيل. الصرخة بالفعل من قلب. نهاية الذكاء. ها أجوا أهله. والله كنت أسويها. وين رايح؟ والله كنت اسويها، اول ما اسمع الباب شيل فورا ونام. متعوب على النهايه. ها فيلم هندي. شوف الهنود، شوف الهنود يخرب بيتهم. يا ربي عن جد هيك؟ عن جد هيك؟ لا واخذها. سبحان الله، انا مره او مرتين شايف فيلم هندي. فبريل. فبريل غطسو. غطسو يناير. يناير. فبريل. فبريل أغسطو. شهور جديدة يا جماعة. بس كده أنا أتوقع جيت بأغسطو، أتوقع بهذا الشهر. أقسم بالله لا أخليك تندم على أشعة راسك. الله يطمنك. شكلي يوم الامتحان. شوفوها. هاي ليش اسمها مكناسة؟ ليه؟ أكيد يعني عندها بنية اسمها ناسة. ناسة. أها. أيوة. ناسة خطيرة واحد. أيوة حرام. وصلت هذا الأمر لأمها. لا لا. ايوه امك ناس. اه امك ناس ما شاء الله. بدها اسمها كناسة. هي يوم الامتحان. ايوه تكون يعني يوم الامتحان وانت منسيان كل شيء ونفسه. مشكلة الهندي اذا صريح بزيادة. كويس صديق. ايوه عندك طلب ينسيني الحب وغلاه. ايوه بيض مقلي. بيض مقلي؟ تعبوش خاله. لنا عن ام امك. تعال تعال تعال. لحظة غرق سفينة تايتانيك. يا حرام. هيقضوا شهر العسل بالمستشفى. ليش شو عم يسووا؟ قتلي بيوقعوا.
الله يرحمهم. يا لويتا أدم. والله نسي نفسه إنه حاط فلتر. ضرب نفسه عن جد. يا حرام. حقيقة ظريفة. أنثى القنفذ عندما يتزوج زوجها بأنثى أخرى تقوم بحفر بيت لهما بمناسبة زواجها كهدية له، وإذا دخلوا دفنتهم. معقول هيك؟ سقع راسه بالصحن. ضربه بالغلط، ولا أصلا حس إنه أصلا لا بالغلط لأنه ماسك جواله بالغلط. شوفوا كيف ضربه بالغلط، قاعد بيصور سناب. أول أسبوع بزواجي وأنا ناسي إني تزوجت. قلت لأشوف ممكن تصير معي، بس هو شو بدي يسوي ما بعرف. ركب بالسيارة. زوجته معه. نسيها إنه تزوج. على أول مو أتوقع مو متزوج جديد، بس مري ليش نسيها. أي وراه ماشي وراه. معقول تصير معي؟ لا نتذكر نحاول نتذكر. مشكلة مازس على العيال. شو بدي يسوي له بسيارته؟ طلع على ال... What the f- ليرباك طلع يخرب بيته. What the f- كان يكنس وفجأة وبثواني اختفت المكنسة من يده. تمام، عم يدور عليها. والغباء يي لا مو هيك، مو لهالدرجة. عم يدور عليها. شوف احيانا بتصير بس مو لهالدرجة، يعني عم يدور لسه. طيب وكيف رح يكتشف؟ كيف رح تكتشف؟ عم يتذكر انه انا عملت هيك؟ متذكر. عمل اعادة تشغيل للذاكرة. تعليم الدفاع عن النفس. خلينا نقوي الصوت. يورماني اي ويلكم يو. انت بتكلمي هتقول له ليه اللي انت مش هتقتلني يعني بليز اي ويل جيف يو ماني. هتعمل اكيد ده ولازم يكون اجنبي اللي جاي يسرقك. اوكي جون يلا طلع وتروح قاتله بالمسدس على طول. حد تاني هيقول لي طب افرض معكش مسدس تشتري مسدس على طول، لازم معاك في الموقف ده. طب لو معكش فلوس تشتري مسدس هنعيد تاني اقول لك تعمل ايه. يلا قوم يا محمد. شو اذا ما عندي مسدس شو؟ اي ويل كيل يو. اوكي هتديله ظهرك. ايوه يلا اضرب يا غبي يلا. وتروح قتله بالمسدس تاني. لا استنى، انا المفروض اصلا معيش مسدس. هلا اذا قررت اطبخ لاخوياي. إذا قررت أن واحد عم يطبخ لأصحابه بيطلع جريش الحين. طلع اللي كيف عم يطلع. لك كيف احترقت معه. إذا طلبت ستيك وسمعت واحد يقول الموية بثمانية ليه؟ خلي الرقص ينفعك. ايش ابوه؟ اتوقع اني شايف هذا المقطع اللي وراه ابوه او ام، حدا بيعرفه. ايش ابوه؟ والله لا ابلغ عليكم. بدي اسوي له سحر؟ تعال. اختار. اختار. رقم 8. طيب هذا اللاعب خفت على باب الله. ترى اذا ما والله يا وفاي اتوقع عرفت الخطعه اللي سواها. ابن حل فرت اكاسك وراك يا خدها. يا رب الحمد اسكت اسكت عم تسوي سحر. باي وينه شو مخباي؟ عمله مخباي اتوقع اخذها. يما الله يوفقك. الله يوفقك. الله يوفقك. الله يوفقك.
اوكي يا جماعه خلص بكفي، بس حابب اني اذكركم مره ثانيه عشان حلقه اسالني لا تنسوا تروحوا على الانستغرام، رابط الانستغرام خاص فيه بالوصف، روح تابعني وعلق على البوست اسالني اي سؤال، فبالمقاطع الجايه راح اسوي حلقه اسالني واجاوب على كل الاسئله واجاوب على اجاوب على كل الاسئله اللي كتبتوا لي اياها. صار لي ساعه عم بصور ما عرفت احكي، فبس شكرا لكم المتابعه لحد الان. كان معكم سبارو من قناه سبارو جيمر، بيس اوت.